أهلا بكم من جديد. قالت هيومان رايتس ووتش اليوم إن قوات الأمن بوزارة الداخلية المصرية داهمت الزنازين وأصابت مئات المعتقلين السياسيين بسجن برج العرب في الإسكندرية خلال الأسبوع الذي بدأ في 13 من نوفمبر 2016. وأشارت المنظمة إلى أن الهجمات وقعت إبان احتجاج السجناء على الظروف السيئة والمعاملة المهينة. وطلبت رايتس ووتش النائب العام المصري بأن يأمر بتحقيق فوري وشفاف في الأحداث وأن يحاسب العناصر والضباط المسؤولين عن الانتهاكات. وبداية للوقوف على ما جاء في تقرير هيومان رايتس ووتش، معي عبر الهاتف من الإسكندرية ندى نصر، زوجة أحد المعتقلين في سجن برج العرب. وأرحب بك أستاذة ندى، وكذلك معي عبر الهاتف من الإسكندرية أيضا منى نصر، زوجة أحد المعتقلين في سجن برج العرب، وأيضا معي عبر سكايب المحامي أسعد هيكل الناشط الحقوقي. أرحب بك سيد أسعد، واسمح لي أن أبدأ مع السيدة ندى. أستاذة ندى أهلا بك معنا. نعم. بعض التقارير الحقوقية بتتكلم عن تعذيب حدث للسجناء في برج العرب اللي زوجك موجود فيه، ما حقيقة ذلك أستاذة ندى؟ والله يا أستاذ احنا مش هنقدر نقول كلمة تعذيب، لأن كلمة تعذيب تعتبر كلمة صغيرة وهينة في حق المذبحه اللي تمت داخل سجون برج العرب. احنا كنا بنشهد امام اعيننا مذبحه كامله، يعني حاجه كده مكتمله الارضين، لما يتدخل على السجناء وعلى العنابر بكل الغرف بدون استثناء بما فيهم غرف المحكوم عليهم بالاعدام، يتدخل عليهم بقنابل خرطوش، يتدخل عليهم بقنابل حارقه وقنابل شطه، يتضربوا ويتصحلوا، وكل دولك لمعتقلين عزل مسجونين تحت امرتهم وتحت سيادتهم ومكبلين ويعاملوا المعامله ديت. يعني احنا فعلا كنا بنشهد في فتره شهر نوفمبر ديت مذبحه كامله الاركان، ما نقدرش نقول عليها ان هي تعذيب. احنا نتج عندنا كميه اصابات بالمئات من كسور وحروق وفقد العين وفقد الذاكره، يعني حاجات لم نتخيلها. ايه السبب يا استاذه ندى؟ ايه السبب؟ يعني ايه اللي خلى الشرطه وامن السجن يعمل كده مع السجناء يعني؟ والله احنا اساسا اتعودنا داخل سجون برج العرب ان ما يكونش فيه اسباب، احنا كل كام شهر كده يقوم جايين داخلين مصلحه السجون على سجن برج العرب يقول لك احنا بنعمل تجريده، احنا بنعمل تفتيش، واثناء ما بيعملوا الموضوع التجريد او التفتيش دوت بيعاملوا الناس اللي تحت ايديهم هناك كانهم مش بشر، كانهم انتوا تحت امرتنا وانتوا عبيد عندنا، فبينزلوا دهس وسحل فيهم من غير اي اسباب، مش محتاجين اي اسباب. ولكن اللي احنا شاهدناه الفتره اللي فاتت دي كانت مصلحه بالشكل دوت ليه؟ لان كان على راس مصلحه السجون في الفتره ديت كان حسن السوهاجي مساعد وزير الداخليه، عشان كده كانت اكثر. زوجك نفسه استاذه ندى، عفوا، زوجك نفسه تعرض لاي تعذيب داخل برج العرب؟ طبعا يا فندم، مفيش اي غرفه تركت، كل الغرف تم اقتحامها بدون استثناء، كل الغرف اتضرب عليها قنابل غاز، الباب نفسه علشان كانوا بيمنعوا قوات الامن ان هي تدخل تاخدهم بالوحشيه ديت، فكانوا بيقفوا ورا البيبان علشان يمنعوا القوات ان هي تدخل تاخدهم، كانوا بيفجروا البيبان بالقنابل حضرتك، فازاي مش هيتعرض شخص جوه خليكي معايا يا استاذه ندى، سأعود اليكي مره اخرى، لكن اتحول للأستاذة منى نصر، زوجة أحد المعتقلين أيضا في سجن برج العرب. أستاذة منى أهلا بك معنا. أهلا بحضرتك. هل حدث لزوجك أي اعتداء داخل سجن برج العرب خلال الفترة الماضية؟ أيوة فندم، أنا زوجي اتصاب في راسه واتصاب في إيده بطلقة خرطوش، واتجرد من كل حاجة معاه، كل حاجة معاه اتجرد منها، الهدوم لأكل كان معاه، لبطانية، لحتى يعني حضرتك لفرشة الشعر، كل حاجة كانت معاهم جربوها، وكانت طالعة قدامنا كل حاجات المعتقلين على عربية الزبالة من أكل وملابس وأغطية، كل متعلقاتهم الشخصية كانوا مطلعينها قدامنا على عربية الزبالة. كنا بنبقى واقفين قدام برج العرب وكنا بنسمع القنابل، ريحة القنابل الغاز طلعنا بره احنا. تخيل بقى حضرتك طلعنا بره وشربين في الشارع، تخيل بقى اوضه 30 في 30 فيها 27 معتقل بيتضرب عليهم غاز، وبيتضرب عليهم خرطوش، وبيتضرب عليهم قنابل حارقه، لدرجه ان هم كانوا طالعين لنا لما دخلنا لهم بعد 5 ايام لما فتحوا الزياره
كنا لاقيين في اجسادهم كده هم طالعين بين تحت الهدوم حروق كده في وشهم. انت لما زرتي زوجك بعد اللي حصل دوت فعلا لقيتي عليه اثار تعذيب وضرب؟ ايوه طبعا ده حضرتك كلهم كانوا طالعين مش قادرين يشوفوا عينهم، كان فيها اصابات شديده واحمرار شديد من كتر القنابل الغاز. طيب تخيل يمكن حاجه حصلت جوه، يمكن احتكوا يا استاذه منى حرس السجن مثلا، فحرس السجن دفعوا عن نفسهم. لا حضرتك لم يتم احتكاك، هي المشكله المعامله السيئه مع نادر الاعدام، ولما اعترضوا هجموا عليهم الهجوم الشرير ده، وحسن الكويلي كان بيهددنا كده علني واحنا واقفين ان انتوا لو حصل حاجه تاني هنفرطكم وهنوديكم سجون بعيده. وبالفعل في 400 معتقل اتوزعوا على 3 سجون بعيده عن الاسكندريه، سجن المنيا وسجن جمصه وسجن وادي النطرون. ولما راحوا هناك المعتقلين اللي راحوا من سجن برج العرب راحوا السجون، ال3 سجون دول لقوا تقريبا زي حاجه اسمها حفل تشريط من ضرب واعتداءات وحاجات يعني. طيب خليكي معايا استاذه منى، خليكي معي اذهب لضيفي الاستاذ اسعد هيكل عبر سكايب. اهلا بك يا استاذ اسعد. استاذ احمد واهلا بضيوفك الكرام. طيب ايه رايك فيما ذكر في تقرير هيومن رايتس ووتش بالاعتداءات من قبل وزاره الداخليه على سجناء برج العرب، واللي اكدوا بشكل او باخر يعني الاستاذه ندى والاستاذه منى ودول ازواجهم موجودين جوه نفس هذا السجن يعني؟ يعني خليني لا اعتمد كثيرا على تقرير هيومن رايتس ووتش، هذه منظمه يعني قبل ان نتحدث على التقرير او على الواقع حتى، هذه منظمه صهيونيه المنشا مرتبطه وثيقه الصله بالمخابرات الامريكيه. هي انشئت بالاساس كلجنه لمراقبه اتفاقيه هلسنكي الخاصه بحقوق الانسان على دول الكتله الشرقيه، واستخدمت من جانب الدوله الامريكيه في الضغط على هذه الدول. هذه المنظمة تكيل أو تعاير بمعيارين لن يسمع لها صوتا في الانتهاكات التي حدثت في سجن أبو غريب. لا أو غوانتنامو. لا عفوا سيد هيكل، لعلك لا تتابع، لو تابعت نشاطها هتلاقيها اتكلمت عن كل هذه الأمور، وده اللي أنا كنت أقول لك عليه. لو هي ذراع أمريكي مش هتتكلم عن ما يحدث حتى من الولايات المتحدة كانت في أبو غريب أو في غوانتنامو، كانت ليها تقارير مهمة في هذا السياق. لكن اسمح لي حتى بعيدا عن هيومن رايتس، إيه رأيك في كلام السيدة منى والسيدة ندى؟ ودول هيكذبوا ليه؟ لا هو ده اللي احنا نتحدث فيه، لكن علينا ان نطرح تماما هذا التقرير الصادر من هذه المنظمه المشبوهه، والتقرير الثاني بالمناسبه على ذات السجن خلال اقل من شهرين، ده يلفت نظرك يعني. لا الاولاني كان عن العقرب، معلش حتى بس من باب التصحيح، الاول من شهرين كان عن العقرب وهذا عن سجن برج العرب. اتفضل يا استاذ. هي مهتمه شويه، طبيعي ده شغلها، وهي ليس لها مكتب في مصر بالمناسبة يعني، وهي طردت من مصر وممنوع دخول أعضائها داخل هذه. طيب. وأيضا المنظمات الحقوقية المحلية التي كانت تمولة هيومن رايتس ووتش أو أي منظمة حقوقية محلية ممولة لا نطمئن أيضا لتقرر، ده مبدأ. طيب. لكن خليني أنا أعتمد في هذه المسألة على ما تفضلت به السيدتان ندى ومنى وكذلك ما قدماه من شكوى. الحقيقة أن الأسباب التي دفعت قوات السجن إلى التدخل لفض المشاجرة أو الاعتراض الذي قام به على حسب رواية السيدة الأخيرة منى حينما اعترضوا على معاملة بعض السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، كما هي تقول حدث اعتراض من بعض السجناء، لا أعلم هل هم سجناء جنائيين أم سياسيين، لكن من الواضح أن سمت مشكلة تمثلت في الاعتراض وأدى ذلك إلى مشاجرة حدثت بين المساجين أو بين المساجين وبين الحرس. طبيعي أن تدفع مثل هذه الأحداث قوات الحرس للتدخل. إذا زاد الأمر وحدثت مقاومة أشد، كما أشارت السيدة منى في البداية أنهم اعترضوا وقفوا وراء الأبواب ومنعوا دخول القوات لفض مثل هذه المشاجرات، بالتأكيد بيحدث استخدام متدرج للقوة، كما يحدث أيضا في الخارج حينما تحدث مظاهرات غير مشروعة، فتستخدم أجهزة الأمن القوة المتدرجة للسيطرة على الحركة داخل السجون. لكن أي تجاوز طبعا في استخدام مثل هذه الحقوق، أقصد بذلك حقوق فض مثل هذه المشاجرات أو الاعتراض داخل السجون من جانب قوات الشرطة، أي تجاوز لها أو استخدام قوة إذا وصل يعني وفقا لرواية المبلغين أو المتحدثين الآن إلى مرتبة من إحداث الإصابات العمدية،
أو التعذيب، فإن هذه الأمور بالتأكيد مدانة ولها طرقها أو طرق التضرر منها ورفع الشكاوى إلى النيابة العامة باعتبارها هي طيب المشرفة على السجون، حتى يستطيع كل شخص ابقى أن معي يحصل سيد على أسعد، حقه دون اللجوء إلى جهات دولية. ابقى معي سيد أسعد، سأعود إليك مرة أخرى، لكن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات. أرحب بك معنا سيد غنيم. مرحبا بك أستاذ أحمد، مرحبا بالأستاذ أسعد، مرحبا بك الكرام. نعم أستاذ عزت، فيما يخص كلام هيومان رايتس ووتش عن ما حدث داخل سجن برج العرب من اعتداءات على المساجين، خصوصا المساجين السياسيين، أو ما ذكرته حتى يعني ضيفتي الكريمتين عبر الهاتف منى وندى عن اعتداء على أزواجهم داخل السجن، ما رأيك في هذا الكلام؟ هل ده كلام فيه مبالغة أو يعني على الأقل غير مقصود من قبل الأمن، هو بسبب مشاجرات ما بين السجناء أو بين السجناء والأمن، أم هذه طريقة تعامل يعني ممنهجة من قبل الأمن في مصر؟ لا، بداية هو الأحداث دي فعليا حدثت بدءا من تاريخ 12/11 كان يوم الاثنين، وكان سبب الحادثة بشكل واضح جدا كان مطالبة المساجين المسجون السياسي المحكوم عليهم بالإعدام في عدة قضايا بأنه السماح لهم بإعطائهم مجموعة من الحريات من ضمنها الخروج من الزنادين وساعات التريض، بعض الحقوق المشروعة قانونا طبقا لقانون تنظيم السجون ولائحه تنظيم السجون والمواثيق الدوليه اللي وقعت عليها مصر. ولكن اداره السجن قبلت الكلام ده بنوع شديد جدا جدا من التعنت، وبناء عليه حصل يعني ما يشبه الاضراب الشامل من اغلب المساجين السياسيين داخل السجن، اللي ترتب عليه انه بدات اداره السجن بدل ما تاخد منحى ايجابي في حل الاشكاليه الاصليه اللي ترتبت عليها المشكله، انها تاخد اجراءات عكسيه، الا وهي اختيار مجموعه معينه من المساجين السياسيين ونقلهم الى سجون اخرى. ده كان القرار ده مجرد ما تم اتخاذه بدات الاسر تتجمهر امام السجن، بدات اداره السجن تصعد من لهجتها بشكل اكبر، وصل الامر الى انه بقى في 250 مسجون سياسي داخل سجن برج العرب مطلوب ان هم يترحلوا لبعض السجون، من ضمنها سجن المنيا شديد الحراسه وسجن الوادي الجديد. بنتكلم على سجن المنيا شديد سجن الوادي الجديد على بعد 450 كيلو من القاهره، فبالك من اسكندريه. وترتب على هذا الامر انه المساجين بداوا يرفضوا ان هم فكره التغريب يعني عقوبه تم اصدارها من مامور السجن ما لهاش نص قانوني، ما فيش نص قانون تنظيم السجون المصري بيقول ان في عقوبه اسمها عقوبه التغريب، العقوبات منصوص عليها ولا يجوز انشاء عقوبه الا بنص قانوني طبقا للماده 95 من الدستور. تمام، بيتكلم قانون. انا يعني تفضل يا استاذ عزت تكمل. وبناء عليه ان الانتهاكات بدات من اداره السجن بشكل متسارع وبشكل كبير جدا، بشكل مستغرب جدا. احنا توجهنا كمحامين الى المحامي العام لنيابات الاسكندريه وتقدمنا بشكاوى فعليه باسماء اسر المسجونين، وفعليا حق يقال النيابه العامه تحركت ووكلاء النيابه نزلوا وتوجهوا للسجن واثبتوا الاصابات واثبتوا وقائع الاعتداءات اللي تمت على مساجين داخل السجن. وبعدها ولكن فوجئنا بالنيابه العامه، التحقيقات اللي قامت بيها الى هذه اللحظه ما نعرفش نتيجتها ايه، وما نعرفش هل تم اتخاذ اجراءات ضد من قاموا بالتعدي على المساجين بعد اثبات الاصابات ام لا. الى هذه اللحظه طيب. النيابه العامه لم تخبرنا باي فعل، وكل ما نسال في النيابه لسه ما فيش. طيب ابقى معايا يا عزت، لكن انا بس سريعا عايز اروح للاستاذه ندى قبل ما اختم معايا. استاذه ندى، سمعت الاستاذ كلام الاستاذ اسعد وهو بيقول لحضرتك يعني لعل السجناء هم اللي احتكوا بامن السجن، طيب لو في مشكله ما تروحوا للنيابه وهي تاخد حق المساجين بشكل او باخر. انتوا عملتوا ايه يا استاذه ندى، او ردك ايه على كلام الاستاذ اسعد؟ طيب انا خليني ابتدي كده مع استاذ اسعد في ثلاث نقط هعلق على حضرته بيها. اتفضلي. اول حاجه حضرته بيقول ان حصلت مشاجره بين المساجين، وبناء عليه بدات قوات السجن تتحرك. اولا يا فندم، المعتقلين السياسيين بيبقوا معتقلين مع بعض في نفس المكان، والمعتقلين السياسيين ما بيحصلش بينهم مشاجرات اساسا. دي اول نقطه. ثاني حاجه حضرته بيقول ان في مشاجره بين المساجين والحرس. تعالى نرجع لورا كده يوم او يومين. حضرتك الاقتحام حصل يوم الاثنين 14/11، تمام؟ يوم الحد 13/11 تم تعذيب وقتل جنائي داخل سجون برج العرب ولم يستشهد به احد تماما. وفي نفس اليوم تم الدخول على العنابر المخصوص اللي هي عنابر الاعدام، وبداوا يضربوا ويسحنوا فيهم ويهددوهم بتنفيذ الحكم ان هم صابرين عليهم بس بمزاجهم. يا استاذ اسعد،
حضرتك الجنائي هو كمان عمل مشاجره عشان يتعذب حتى القتل والموت؟ يا استاذ اسعد، المحكوم عليهم بالاعدام، المحكوم عليهم بالموت، هل يستحق هذه المعامله وهذا الضرب وهذه الكيفيه؟ وبعدين مع احترامي الشديد، هو المفروض مننا ان المعتقلين جوه يتضربوا ويتعذبوا ويتهانوا ويتسحلوا وما يقولوش حتى اي؟ طيب شكرا. ايه المشاجره اللي استاذ اسعد بيتكلم عليها؟ ما فيش اي مشاجرات يا فندم، هو كل اللي بيعمله المعتقلين في الاحتجاج ان هم بيهتفوا وبيضربوا على الزنازين، بيضربوا على البوابات، بيحدثوا صوت خبط شديد لاعتراضه على الممارسات اللي بتتم. هل هذا ضد القانون؟ طيب شكرا. أم ضد القانون بقى ان الحرس يتعامل بالضرب بالقنابل لواحد اعزل، قنابل غاز لما يتضرب في عنبر واحد اكثر منه من 50 قنبله غاز يا فندم. استاذه ندى، يعني عفوا للمقاطعه، لعل وضحت الفكره، وانا معي حتى احد القائمين على التقرير من هيومان رايتس ووتش. انا بشكر حضرتك جدا ندى نصر، زوجه احد المعتقلين في سجن برج العرب، وكمان بشكر الاستاذه منى نصر، زوجه احد المعتقلين في سجن برج العرب، وينضم الينا الان عبر سكايب من واشنطن جو ستارك، المدير التنفيذي لمنطقه الشرق الاوسط بمنظمه هيومان رايتس ووتش. ارحب بك معنا سيد ستارك. أنت معي عبر الهاتف. ابتداء لك أن تعطيني ملخصا سريعا عن التقارير الذي صدر من قبلكم بشأن اعتداء على سجناء سجن برج العرب في مصر. كما ذكرنا في تقريرنا، قبل شهر من الزمان تقريبا في شهر نوفمبر، كان هنالك تظاهرة من قبل السجناء في سجن برج العرب لمطالبة بتحسين أوضاعهم ولمعاملة إنسانية. ووفقا للناس الذين تحدثنا معهم، كان استجابة رجال الأمن هو بمهاجمتهم وضربهم، وقاموا بنقل تقريبا 250 سجينا أو حتى أكثر إلى سجون أخرى بعيدة عن منطقة الإسكندرية، وقد منعوا زيارة هؤلاء المساجين أو منعوا الأهالي من زيارة المساجين، ولم يستجيبوا إلى طلبات العلاج الطبي أو حتى الفحوصات الأخرى. وقال وقد قيل بأن كثيرين كانوا مصابين إما بكسور أو كدمات أو حتى حروق بسبب ما استخدمته رجال الأمن في السجن ضدهم. إذن الوضع خطير جدا، والسلطات كان يجب عليها أن تستجيب بطرق مختلفة، ولكنهم لم يقوموا بالتحقيق، وإنما هاجموا السجناء ومارسوا ضدهم انتهاكات كبيرة. هل الانتهاكات حدثت في برج العرب فقط أم هناك سجون أخرى مصرية تحدث فيها مثل هذه الانتهاكات سيد ستارك؟ إذن لا أستطيع أن أتحدث عن غير هذا السجن، لأن التحقيق الذي أجريناه عن سجن برج العرب، فربما تكون الوضع مشابها في سجون أخرى. وهنالك مساجين نقلوا إلى سجون أخرى من سجن برج العرب، وعندما وصلوا إلى هنالك كان هنالك لجنة ترحيب كما يسموها السجناء، وقامت بضربهم أيضا. وبالتالي نحن لم نقوم بتوثيق الانتهاكات في سجون أخرى، ولكن في سجن برج العرب قمنا بتوثيق هذا الأمر. ولكن التقرير الذي نشرناه قبل بضعة أشهر بأن الوضع في سجن العقرب وسجن الطر أيضا فيهم أو انتهاكات وأيضا نفس الممارسات. طيب، هل النيابة أو القضاء في مصر وردكم أنه تحرك بشكل إيجابي تجاه هذه الممارسات من قبل الشرطة تجاه السجناء على الأقل فيما يخص برج العرب أم لا؟ نحن نعرف بأن مسؤولين في التحقيق والادعاء ذهبوا إلى السجن، وقد تحدثوا مع بعض السجناء
وأخذوا أقوالهم وأيضا تحدثوا إلى بعض أعضاء عوائلهم بعد أن تظاهر بعض الأهالي أمام مكتب الادعاء العام، وقد قاموا أخيرا بدعوتهم وأخذ أيضا أقوالهم. نحن نعرف فقط هذا القدر، ولكن لا نعرف فيما إذا سيكونون سيقومون بشيء آخر بخلاف هذا، ولا نعرف فيما إذا كان سيستمر التحقيق أم لا، ولكن لم نسمع من أي مسؤول في السجون عن أي ادعاءات عن ممارسات في هذه مسارات خاطئة في هذه السجون. نعم، لعل سؤال يعني أطرحه لفرض للأمر الواقع، لأن ضيفي هو محامي من القاهرة سيد أسعد هيكل، تحدث عن منظمتكم أنها ما هي إلا مجرد ذراع للولايات المتحدة الأمريكية، ولديها الكثير من المبالغات في وصفها للأحداث في مصر تحديدا بشكل عام. سيد سورك، ما رأيك في هذا الكلام؟ إذن أتمنى لو مثل هذا الناقد لو يوجه انتقاداته للحكومة أو للأشخاص الذين يقومون بكل هذه الانتهاكات التي نشهدها داخل مصر. نحن لا نبالغ، ولكن حتى لو بالغنا لما لا يقول لنا أين بالغنا وأين أخطأنا؟ نحن نشرنا التقرير وعلى وقائع وحقائق ما جمعناها من الأرض. أشكرك شكرا جزيلا سيد جو ستورك، مدير منظمة Human Rights Watch في الشرق الأوسط، أو المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة Human Rights Watch، كنت معي من واشنطن عبر الهاتف. أعود لسيد أسعد هيكل، لعل السيد جو ستارك، سيد أسعد يقول لك كان يتمنى منك أن توجه انتقاداتك للنظام في مصر على هذه الانتهاكات، وسيد عزت غنيم بالمناسبة من الهيئة التنسيقية قال نفس الكلام اللي جه في تقرير Human Rights Watch. تفضل سيد أسعد. يعني أنا أقول لستارك، يعني وأنا أتعجب، يعني الأستاذ عزت غنيم بحسب ما جاء بحديثه منذ قليل، هو تقدم ببلاغ للنيابة العامة المصرية بالإسكندرية، والنيابة العامة تحركت وأجرت تحقيقات، ولا زال حتى الآن لم يصدر قرار في مثل هذه التحقيقات بحسب ما قال به الأستاذ عزت. أما ما ذكر الجو من أن هناك انتهاكات، وهو يقطع بوجود انتهاكات داخل السجون وتحديدا سجن برج العرب، هو تقدم في الحقيقة بخطاب أمامي الآن أشاهده وأذكره به في 16 ديسمبر الحالي إلى النائب العام، يطلب هو جو ستورك تحقيق هذه البلاغات المقدمة من المحامين والمقدمة من أهالي السجناء، وبالتالي ليس لك يا جو أن تقطع بأن هناك انتهاكات من عدم إلا بعد أن يصدر النائب العام قراره في سيد هيكل. السيد عزت غنيم وهو مصري يعيش على أرض مصر ومنظمة تعمل في مصر، هو أكد كل ما جاء في تقرير Human Rights Watch وغيره. للحقيقة المنظمات تقول أصعب من ذلك بكثير، يمكن برج العرب يكون أقل هوانا مما يحدث في العقرب مثلا. يعني طيب تعليق أخير، Human Rights تقارير من أولى هم رايتس ليس لها أي مقرات في مصر، ليس لها أي عاملين يعملون معها من أي نشطاء أو خلافه. هم رايتس تستقي معلوماتها من الروايات التي تتناثر هنا أو هناك أو من المحامين، حتى البلاغ اللي تقدم به جوستر هو مستقي معلوماته، يقول لك محامي أبلغني أو أن عائلات السجناء زعمت بحسب الخطاب المترجم إلى اللغة العربية. يعني لكن مسألة أن تبالغ هذه المنظمة وتستخدم، يعني حتى على فرض وجود مثل هذه الانتهاكات داخل السجون المصريه، فاننا احنا كمصريين احنا المعنيين بمعالجه هذا، ام التدخل الاجنبي ممثل في مثل هذه المنظمه او ما يشبهها ده هو المرفوض. اسعد هيكل المحامي والناشط الحقوقي، كنت معي عبر سكايب من القاهره، اشكرك شكرا جزيلا. سيد غنيم، لو كلمه اخيره، هي النيابه في مصر القضاء بيتحرك تجاه هذه الدعاوى وهذه البلاغات بشكل ايجابي ام لا سيد غنيم؟ في بشكل عام ما فيش اي دعوه او بلاغ متعلق بانتهاكات حقوق الانسان في مصر النيابه العامه اتحركت فيها بما فيها. والمثال الاقرب لينا كلنا كميه البلاغات اللي احنا بنقدمها في الاخفاء القصري في مصر بشكل واضح وبنقدمها للنائب العام، ما فيش تحقيقات بتجرى فيها نهائي. دي اشكاليه كبيره جدا بتقف قدامنا
امام محكمه استئناف عالي القاهره بنتهم النائب العام بشكل واضح انه بيرفض التحقيق في بلاغات في البلاغات اللي انتهكت حقوق الانسان، وطلبنا بعزله من وظيفته، وطبعا محكمه استئناف القاهره رفضت الدعوه، واحنا حاليا طالعين قدام محكمه النقض المصريه وطالبين بالدعوه بتاعتنا بشكل واضح جدا عزل النائب العام المصري لرفض التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في مصر. نعم، أشكرك شكرا جزيلا عزة غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة. مشاهدينا الكرام، حذرت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها المسافرين إلى مصر من تهديدات جماعات إرهابية، مشيرة إلى عدة تفجيرات وقعت هذا الشهر من بينها تفجير الكنيسة البطرسية. وتضمن بيان وزارة الخارجية الأمريكية نصائح للسفر بمناسبة عطلات عيد الميلاد ورأس السنة، قائلة إنه في حين تعزز مصر الوجود الأمني في المواقع السياحية بما في ذلك منتجعات البحر الأحمر وسواحل البحر المتوسط والأقصر وأسوان، فإنه يمكن أن تحدث هجمات إرهابية في أي مكان في البلاد حسب البيان. وينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن الصحفي عبد الرحمن يوسف. يعني عبد الرحمن، ابتداء هل لديك أي معلومات بشكل أو بآخر دعت الخارجية الأمريكية لإصدار هذه التصريحات؟ هذه التصريحات وهذه البيانات تأتي في سياق طبيعي بعد التفجيرات والاستهدافات التي نالت الجيش المصري في سيناء والتفجيرات التي كانت في القاهرة، سواء كانت التي أعلنت عن حركة حسم تبنيها ثم تفجيرات الكنيسة البطرسية بشكل رئيسي. هذه التفجيرات جاءت مشابهة أو جاءت متزامنة مع تفجيرات في الأردن، ولذلك كان بيان الخارجية الأمريكية يتحدث إلى مصر، وهناك بيان آخر مشابه يتحدث إلى الأمريكيين الموجودون في الأردن، وبالتالي هي تأتي في سياق طبيعي بعد الخلل الأمني الكبير الذي ضرب مصر الفترة الماضية بشكل كبير وبشكل يمثل ضربة في العمق، وبالتالي هو بيان طبيعي في ظل هذه الأمور. الأمر الآخر هو أن الخارجية الأمريكية من وقت لآخر ليس على مستوى مصر أو الشرق الأوسط فقط، ولكن عموما تطلق بيانات تحذيرية من الدول التي تشتمل على قناقل، لأنها في نهاية الأمر ترغب في أن تخلي مسؤوليتها من أمام المواطن الأمريكي من أي عمل قد يستهدف المواطنين الأمريكيين في الأعياد والعطلات. والخارجية الأمريكية بالمناسبة أصدرت في 7 أكتوبر الماضي بيانا مشابها في مصر، وذلك يعني بررها وقتها السفير الأمريكي في مصر بأن الأمر كان يتعلق باقتراب موسم الأوكازيون، أو وهو ما يجعل هناك احتشاد كبير في الشارع أو خروج للمصريين بشكل كبير في الشارع، الأمر الذي يجعل الجماعات الإرهابية أو الجماعات العنف المسلحة لديها بيئة خصبة لاستهداف عدد كبير جدا من الناس. وبالتالي هذه البيانات تأتي في إطار طبيعي يشتمل على محورين. المحور الأول يتعلق بالإخفاقات الأمنية التي تتزايد، ومن ثم يجب أن يكون هناك تحذير. والأمر الآخر هو التحذيرات الدورية العامة التي تطلقها في الأعياد، حتى أن إدارة الهوملاند سيكوريتي أو ما يعرف بإدارة الأمن أمن أراضي البلاد هنا في الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت أيضا بيانا ولكن داخليا حذرت فيه من استهداف بعض الكنائس، بعدما قالت أنها رصدت على بعض المواقع أو بعض الأماكن التي ينتشر على الإنترنت ينتشر فيها بعض المجموعات العنيفة أو الإرهابية أنها تستهدف تفجيرات أو مواطنين أمريكيين داخل أمريكا. عبد الرحمن، نستبعد فكرة أن تكون لدى الولايات المتحدة الأمريكية أي معلومات بهجمات تقع مستقبلا أو خلال الفترة القادمة أم لا؟ في هذا البيان لا أعتقد، نظرا لأن بيان 7 أكتوبر الماضي وهو الحالة القريبة جدا من هذا البيان لم يكن هناك أي معلومات، ونفت الخارجية الأمريكية ونفى السفير الأمريكي وجود أي معلومات تتعلق بهذا. ولكن كما قلت، نحن الآن في موسم السياحة الأمريكي خارج أمريكا بشكل كبير، نزل أعياد الكريسماس هنا تمتد الإجازة فيها نحو 2 أسبوع، ومن ثم الجميع يخرج إلى مناطق وبلاد دافئة، ومصر هي إحدى المقاصد التي يمكن أن يذهب إليها، فضلا عن الإخفاقات الأمنية التي جرت منذ 2 أو 3 أسابيع هي مؤشر خطير بالنسبة للإدارة الأمريكية على المواطنين، ولا سيما في أماكن السياحة التي جزء منها موجود في سيناء. لدي سؤال أخير لك عبد الرحمن فيما يخص السياحة بما أنك تحدثت عنها، هل هذه البيانات يكون لها أثر سلبي على حركة السياحة الأمريكية إلى مصر عبد الرحمن أم لا؟ لا، بطبيعة الحال المواطن الأمريكي يأخذ كلام حكومته على نحو جاد، ويعلم أنها يعني تنظر إلى مصلحته أولا وترعى
أو ترى رعايته أمرا واجبا عليها، ومن ثم هو يأخذ في عين الاعتبار هذه البيانات ومن ثم يتأثر بها. ويعني على المستوى الشخصي أنا أعلم يعني بعض الأصدقاء الأمريكيون الذين كانوا يقصدون مصر للسفر والسياحة، ولكن بعد البيانات المتتالية التي كانت تصدرها الخارجية من حين لآخر بعد القلاقل الأمنية والإخفاقات الأمنية الموجودة في مصر، قرروا أن يغيروا وجهتهم عن مصر إلى دول أخرى دافئة أيضا أو بها بعض المنتجعات أو الشواطئ المميزة كمصر، نظرا لأن الخارجية الأمريكية في عين المواطن الأمريكي تسعى إلى مصلحته ويأخذ كلامها على نحو الاعتبار، ومن ثم تؤثر بشكل قوي على السياحة الأمريكية الوافدة إلى مصر. أشكرك شكرا جزيلا عبد الرحمن يوسف، صحفي كنت معي عبر سكايب من واشنطن، شكرا لك جزيلا عبد الرحمن. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم بعد الفاصل. في قطاع غزة مواطنون يعيشون بلا وثائق هوية ويبحثون عن حل. ابقوا معنا.